انا ميدو. اديني اماره. اماره ازاي يعني؟ وريني بطاقتك. بطاقتي ايه؟ انت شايفاني علشان تشوفي بطاقتي. ما هو حضرتك اللي هتقراها لي. ابوكي جوه؟ لا بابا مش هنا. والله هتلاقيه هنا وانت مش شايفاه. بس في واحد عريس قاعد جوه. وازاي تدخليه ومفيش حد في البيت؟ طب ما هو ابوكي اخويا اللي اداله الميعاد، وبعدين هو مش موجود. ليه راح فين ابوكي؟ تقريبا كده طلبوه في المعهد عندك. طلبوه في المعهد؟ يا نهار اسود ومنيل. طب كان في النضاره بتاعتي هنا. دور عليها. النضاره الاستنى الثانيه. هي هي خلاص 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 لقيتها لقيتها. طيب روح انت اعملي لنا شاي وانا هخش له. من عيني. ايوه كده. لا 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 مستحيل. الصوت ده مستحيل مستحيل. معلش اصل المفصلات بتاعت الباب تلاقيها متنشنه شويه انا عارف. لا 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 ارجوك ارجوك ارجوك. معلش معلش انا اسف. اصل البيبان انت عارف البيبان القديمه بتاعت زمان كانت يعني عتائي شويه والباب ضرفتين زي ما انت شايف والضرفتين بيبصوا على الصاله. ايه الوقعه السودا دي؟ اهلا اهلا وسهلا اهلا وسهلا. الشاي يا ناس. ليه 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 بتعلي صوتك ليه ليه كده ليه؟ ايوه ما هو حضرتك اصله ناهد مش جنبي لازم يعني اعلي صوتي عشان تسمعني. ما تتصورش انا اعصابي تعبانه قد ايه. طيب يعني تحب حضرتك اهدي لك النور شويه او اطلب لك دكتور او حاجه؟ انا بخاف من الضلمه. انا اعصابي تعبت عشان عملت 8 عمليات زرع عصب في نافوخي. الله يكون في عون حضرتك. يعني انا اسف معلش. طيب طلبات حضرتك ايه؟ لا 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 اهدى 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 مفيش حاجه ده الشاي اهدى بس اهدى عندي عصب. ميرسي يا ناهد. ها كنا ايه يا ناهد؟ لا انت هتقعدي ولا ايه يا عيل؟ روحي اوضتك. اسمه كلام. لا لا معلش 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 ها يا سيدي. حضرتك اخو ناهد؟ ايوه انا اخوها. طلبات حضرتك ايه بقى؟ انا ماليش طلبات. انا فنان مبدع. ممثل يعني؟ لا نقاش وعندي عدتي وفرشتي ورولتي. نقاش؟ طب يا ريت بقى نتكلم شويه على امكانيات يعني الشقه والعفش والمهر والحاجات دي. لا حضرتك ما عنديش الامكانيات دي. ما عنديش فلوس، ما عنديش الحاجات دي. امال حضرتك بقى جاي تتجوز برولتك ولا ايه؟ والله يا حضرتك موافق خير وبركه كسبت فنان مبدع. رافض ما تفرقش معايا مش اول مره ترفض. يا سلام. بجد؟ رد 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 حاضر رد بسرعه رد رد. الو يا عزوز. رابط انا في البيت. لا معلش اصل عندنا عريس اعصابه تعبانه شويه. وطي صوتك ابوس خلاص اوكي اوكي. انت ليك عين تيجي هنا بعد ما بوظت العربيه وفجرت التلفزيون؟ اسف يا بابا ما كانش قصدي. اسف يا قليل الادب يا كلب يا حيوان. وطي صوتك وطي صوتك. انت مالك انت؟ مين ده؟ اكيد صاحبك وفزان زيك. لا يا بابا ده واحد ملمس خالص. ملمس يعني ايه؟ فظيع فظيع. احترم نفسك بدل ما ميت ايد عليك. ده اعصابه تعبانه قوي. اعصابه تعبانه على روحه يا بابا. مش عليا انا. ده عريس ناهد اللي انت مديله ميعاد النهارده. انت مش موافق. انت بره بره برا. انت موطي صوتك موطي فظيع. استغفر ليه كده ليه كده ليه؟ انت بتقعد حاطط رجلي على رجلي قدامي. يا بابا انا فاكر خرجت. خرجت بتطردني من بيتي يا ولد. يا بابا انا ما قلتش كده. اسف اسف. انت بتوهيني في صدري. ما هو اهو اسف دماغك ايه يا بابا. مش بتضربني من دماغك ده انا هقطع. لا لا بقى وطي صوتك بقى ارجوك وطي صوتك. انا هوريك. خد خد اقطع مين دلوقتي؟ يما كفايه اكل خضره بقى. مش الدكتور قال لك خفي منها؟ يا اخويا ده عيالك سودا. يا اختي قبيله غلط. يا اختي يا بطه يا اختي. بقول لك ايه يا عزوز؟ ايه؟ شفت لك منام اسمه زي وشك. انت هتتجوز يا واد. انا هتجوز ياما؟ اه. وهتبقى مين العروسه بقى؟ ايه رايك في نهد اخت ميدو؟ بس انا خاف اتقدم لها ويرفضوني واخسر ميدو صاحبي. ليه؟ ما انت معاك دبلومه قد الدنيا. ايوه بس ابوها طالع فيها حبتين. سيب لي انا الموضوع ده، المهم انت موافق عليها؟ طبعا موافق ياما.
نهت بنت ناس وطيبه ومتربيه، وموضوع النظارات والنظر ده مقدور عليه، بس انا سامع ان جالها عريس ورفضوه. بس ياما الجواز محتاج فلوس كتير ومصاريف، وانا مش ناقص حرق الدم. مالكش دعوه، ربنا يسهل. يعني هتساعديني ياما؟ منين يا حسره ياما؟ ما المكافاه بتاعت ابويا الله يرحمه موجوده كلها، وما صرفتيش منها حاجه. شال اخضر زرخاصي ده، انا معايا منهم مليم احمر. طب ما تدعيش على نفسك لربنا يستجيب منك وتخضر مني بجد، وما اعرفش اتصرف فيكي. ما تفك كيسك وطلع تحت البلاطه. ايوه ياما، بس محتاج له مساعدتك برضه. خلاص لما يوافقوا الاول. يا رب ياما يرزقك بفدانين خاص تجري فيهم وتاكلي لحد ما تشبعي. يا قادر يا كريم يا رب. ماما تتكلم يا واد. تتكلم انت يا ماما. ما تتكلم يا بابا. اتكلم اقول ايه؟ انا فاهم حاجه؟ في امانه عندكو وجايين ناخدها. امانه ايه؟ انت عملت ايه يا واد تاني؟ والله بابا ما عملت حاجه. امانه ايه يا اما؟ بس انت جاي تفك وديعه. عم صابر، يعني الامانه دي تبقى ناهد، وانا جاي اخطبها ان شاء الله يعني. وانت عرفت ناهد امتى؟ انت يا عم صابر ده انا ساكن قدامكم بقالي 25 سنة، مش هعرفها ازاي؟ ما خدتش بالي منك خالص، مالكش طلة. والاستاذ شغال فين؟ في الكشافة؟ لا يا عم ده انا ضابط امن. وانت ايه رأيك يا ميدو في امكانياته ووضعه المادي؟ شكله طريق كلامه. والله يا بابا اللي انا عارفه ان هو راقد له على قرشين كده. والقرشين دول يستروا اختك في الجواز؟ هو حتى لو ما حصلش احنا ممكن نقلبه في القرشين دول. تقلب ايه يا ريدي؟ بهزر يا بابا، بهزر والله بهزر. يلا ارجع. حاضر حاضر. عموما يا بابا احنا مش هنلاقي احسن من عزوز. مبدئيا انا ما عنديش مانع، بس ناخد راي نهدي الاول. ادوني فرصه افكر. كل سنة وبنت حضرتك طيبة يا فندم. طال عمرك يا استاذ. تملك نفسي. طلعت عبد الله اكبر مشرفي معهد الكترونيات ولا سلكي مع رمزي يا عمي. طب ثانية واحدة. واضح ان حضرتك مش عارفني ولذلك سبتني ومشيت مع اني عرفتك بنفسي. انت عايز مني ايه يا رمزي؟ رمزي ايوه بابا. رموز اكلم بابا بسرعة. اقدم لك الاستاذ طلعت. طب يا سيدي اعمل ايه يعني؟ هو شغلوا اي حاجه؟ رئيس مجلس الاداره، مدير الشركه، نائب مدير الشركه. ما انت مش الشركه احسن. ايه الكلام ده؟ بقول لك ايه؟ وتعلمها بكره، استحمى كده. مبروك مبروك. في ايه؟ طالما بابا عمل كده يبقى مش هتشتغل خالص. يسمع ببقك ربنا. شكرا يا برموزه. انه عبيط ده ولا ايه؟ Sensual, un movimiento sensual. Sensual, un movimiento muy sexy. Sexy, un movimiento muy sexy. Sexy. ¡Hola! ¡Ana Mido! ¡Hi! ¡Con la sala de Tayama! وانت طيب. نسيت اعرفك، ميدو صاحب رمزي. اهلا. اهلا يا خوف. وائل الباي فريند بتاعي. وباباك يعرف الموضوع ده؟ لا طبعا. ها قلت ايه؟ مش وقت الكلام ده بقى. تعال معايا عشان خاطري.
انا مش عارف ازاي انت تفكري في الحاجات دي. يلا تعالى يا حبيبي، ما حدش واخد باله. مش وقته وازاي بتفكري في الحاجات دي؟ انا راح تعمل ايه مع القطه ده؟ في جالك انهي فيهم ده؟ دي القعده اللي انتوا جايين تقعدوها. ان بعض الظن اسمها هاي استاذ بوي فريند. ايه اللي جابه هنا؟ قدامك طريق واعر وطريق مفروش بالنور. هدى قومي ورسيك من كلام الفاضي ده عشان خاطري، سيبنا شويه. باين عليه خايف من حاجه كده في الفنجان. اخاف من ايه يعني؟ تكون حاجه كده ولا كده ولا ولا ايه؟ خليك في نفسك لو سمحت، وانت يا ست خلصينا. الطريق الواعر مليان مطبات يا بنتي. ايوه، ما انت مش شايفه جسمه عامل ازاي. بتقول ايه يا استاذ؟ خلاص يا عم ما تخنقناش جامد قوي كده، كملي. في تعبان في حياتك ملازمك على طول. مش قلتلك اهو؟ لا ده انت زودتها قوي. والتعبان ده موجود بيناتكم هنا؟ ما هو وائل. عرفناه خلاص. ايه يا حبيب؟ ايه يا تقيل؟ بقولك ايه، ما يغركش الشياكه اللي انا فيها، انا اساسا معفن. علاجك عندي. طب حاسب لا تتعدي بقى. الله، الهديه. لا الهديه مش كده، معقول؟ لا 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 لا. ايه يا استاذ طلعت؟ هاي اتفضلي. ايه يا استاذ طلعت، مالك متوتر ليه كده؟ هو ده الاوتوبيس اللي هيودينا العين السخنه؟ ده ما يوديناش اساسا الاشاره الجايه. يا استاذ طلعت، ده الاوتوبيس ده رايح جاي على العين السخنه لما ولع. ماشي، وفين السواق بتاع المرجيحه دي؟ قال لي راح يشرب حجر شيشه هناك كده، اهو جاي هناك اهو. هو ده السواق؟ ايوه. كان بيشرب شيشه؟ ايوه. المفروض يشرب جلوكوز. ما هو جايب معاه. ورابط دماغه ليه؟ لا ابدا، اصله اتقلب مرتين امبارح. وجبته ليه؟ لا يا بيه، احنا واخدين على كده، القلب ده حاجة عادي عندنا. مش قلتلك يا استاذ طلعت ده راجل قليب جامد. ابقى قابلني لو طلعت رحلة بعد كده ميدو. مش لما نرجع من دي الأول؟ لما نطلع ده الأول. والله اوتوبيس جميل قوي يا استاذ طلعت. يا حبيبي يا اوتوبيس. بتدوس الاوتوبيس؟ اوعى التلج يلسعك، اوعى السودة تشلفتك. زوز يا ميدو. الازوز بالنص. لا يا حبيبي، احنا متفقين على بعد التلج والمشال وتنشف في مياه خدمة ميدو. اطلع بيع. اوعى السودة تشلفتك. يلا يلا يا اسطى اتفضل. استنى على فين بس يا استاذ بيزو؟ ايه؟ ما انت عارف عايزين زقه. معلش يا اسطى نسيت. يا اخوانا اللي جوه. ايوه ولع الدوز. اخوانا اللي جوه معلش زقه كده معلش. يلا يا حبيبي. يلا مرسي. يلا يا استاذ. يلا اخوانا، يلا اللي جوه ولا الاسى ولا يلا علينا. معلش ده كده جاي جوه بسرعه. يلا ايوه احسن شباب معاد. حد ما جاش يا جماعة؟ لا. متأكدين؟ أيوة. لا. أيوة. لا. أيوة. لا. أيوة. لا. دور. هنهرد. هنهرد. إحنا طالعين رحلة ولا إيه؟ إحنا طالعين نستجم. إيه الراجل ده؟ أنا حاسس إن إحنا طالعين رحلة في إعدادي. يا عم ما تقلقش، سيبك منه. إحنا أول ما ننزل من الأوتوبيس نعمل اللي إحنا عايزينه. ده أنا أعرف إن هو اللي طالع، ما كنتش طلعت. بس انا هفكهولك. تفكي لي ايه ورباك جزمه؟ اقعدي. راحه فين؟ راحه فين؟ راحه فين؟ خد اللي هيحدفك من الاتوبيس. استاذ طلعت. نعم. روق. مالكيش دعوه. صحصح لينا كده. ليلى هنزلك اقرب كمين. طب كلمه. مكانك. What?
عشت برفان مع ضرب بمش وحزام لم يعمل فوق عالوسط وهي رحلة تفوت ولا حد يموت وفي آخر اليوم تلاقيني خلص تروق تروق لو كان حبيبك نفضلك يا ريت تدور من فضلك على حد بيقدر حبك يمكن يكون واقف اخوانا اللي ملوش لازمه في القعده اتكل على الله عشان دي قعده طيبه وعايزين نسافر لفوق. ايه يا رمزي؟ في حد يسيب التراوه الحناه دي ويمشي في تراوه هناك؟ يلا بينا يا عم. انت بقى اوعى من الضغط. الناس مشيوا. نعم على طول مقضيها كده على طول مش معايا؟ ما احنا مع بعض في الرحله اهو يا ليلى. انت متاكد ان انت معايا؟ في ايه يا ليلى؟ يعني مفيش اي حاجه بتلفت نظرك ليا؟ لا طبعا اكيد في، يعني ده على الاقل كفايه رجولتك معايا. رجولتي؟ ليلى انا هنصحك نصيحه، اهتمي بنفسك شويه، بصي في مرايه، بلاش دور الواد اللي انت عايشه فيه ده طول الوقت، البسي فستان حسسيني انك انثى ولو مره واحده. ماشي يا وائل. يلا بابا. نعم. بارت يا زكوتة. ميدو. نعم. ميدو أنا فرحانة قوي، أنا مبسوطة قوي، أنا بحبك قوي. نعم. أخيراً قلتيها. ده هي دي الكلمة اللي أنا نفسي أسمعها طول عمري. فهمتني غلط. كان في كلام بعد كلمة بحبك، بس أنت اللي قطعتني. أيوه أيوه عارف عارف، بحبك وبموت فيك وكل الحاجات اللطيفة بتاعة الحب دي أنا عارف. أموري، كنت عايزة تقولي إيه؟ ميدو أنا كنت عاوزة أقول لك إن أنا بحبك زي أخويا. أخوكي؟ أيوة ميدو، أنا فرحانة قوي، فرحانة. طب ممكن أعرف أنت فرحانة قوي كده ليه؟ أصل وائل غار منك يوم حفلة عيد ميلادي وابتدى يهتم بيا أكتر من الأول، لدرجة إنه بقى كل شوية بيكلمني، كل شوية بيكلمني. روشني يا ميدو، روشني. روشني يا ميدو، يعني أنا السبب في إن وائل كل شوية بيكلمك وروشني يا ميدو كده؟ أنا أمي ده عيالي. أوعى تكون لسه زعلان من اللي حصل يوم حفلة عيد ميلادي. وائل طيب وقلبه أبيض، بس هو عصبي شوية. ايه ده؟ ده وائل. ايوه وائل. ثانية واحدة. شفت؟ مستحملش يصبر دقيقتين. عن إذنك. اتفضلي. ايوه دلي. وائل. اتفضلي. تحب في ايه ده؟ مش فاهم أنا. ماشي. ضريبة أنا. عادة. 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 بس يا جماعه ايه 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 انت اللي دخلتني في الطريق الخطا وهو البنزين خلص وما وصلناش اي حته. يا نهار اسود، يعني احنا كده تهنا في سرنا. من فضلك اهدي شويه يا مدام. اهدوا من فضلكم، اهدوا تلاقيهم قعدوا في الرست شويه. شوف يا جدع، انت
لو بنت ليلى جالها حاجة مش هتشوف ابنك تاني. يا سلام، حد قالك وانت بنتك الرحلة؟ ايه المياصة دي؟ تعالي هنا، ما تجيش دعوة انت. خلاص احنا نطلع على مديرية الامن. يا سلام، انت بتهددنا يا اخويا. اخرسي اخرسي، مش عارفة اتفاهم مع الراجل منك. يا سعادة البنا مديرية ولا حاجة، هم ساعتين زمن وهتلاقيهم بقوا هنا. وين ما جوش. يا سلام يا اختي، ما تربوا عيالكوا الاول. يا اختي تربي انت الاول واخرسي بقى. يا جماعة انا المسؤول، عيالكوا هيباتوا في بيوتهم النهارده. هات واحد من المافيوز المحترفين هو اللي يفكر المركز الثقافي الافريقي. احنا تبع منظمة كبيرة قوي، وياما نفذنا عمليات في جميع انحاء العالم، وعايزين نحافظ على سمعتنا. بالعكس يا فندم، تفجير المركز الثقافي الافريقي مش محتاج واحد محترف، محتاج واحد يعرف يدخل ويخرج من المركز بسهولة. هو ده حامد صابر عارف، الشهير بميلو والمسؤول عن صيانة الدش بالمركز. يا خبر اسود، شكله عبيط بشكل. لا لا لا، انا لا يمكن اقبل واحد زي ده. ولو قلت لحضرتك على مسؤوليته الشخصيه. عارف يا سالم الغلطه تكلفك قد ايه؟ للاسف عارف يا فندم، عارف. عاوز تبتدي ازاي؟ عاوز حضرتك تديني 24 ساعه اكمل دراسه شخصيه ميدو، بعدها حضرتك تاخد القرار اللي انت عاوزه. اوكي سالم، جو اهيد، يعني موافق. عزوز ميدو. ايه يا ميدو؟ ازيك يا عزوز؟ ايه يلا اركب، يلا بينا على فينا ميدو. هنروح للترزي عشان نقيس بدل الفرح. ميدو ما اقدرش يا ميدو، المحل مستهدف، ممكن تتسرق في اي لحظه، ورقبتي اتلوحت من المراقبه. اقعد راقب معايا الناحيه دي وانا راقب الناحيه دي، وكلها نص ساعه والورديه تخلص. يعني هي جت على النص ساعه دي يا عزوز؟ انت شايف الحراميه واقفين على الباب قوي. طب روح يا ميدو وانا احصلك. يا بني ادم ما ينفعش، بقولك انا هثبت الترزي علشان نروح نقيس بدل الفرح. يا ميدو ما تخليش الصداقه تاثر عليا في اوقات العمل الرسميه يا ميدو. بص بص بص، عدى ربع ساعه اهو، حصل حاجه؟ حصلش اي حاجه والمحل زي الفل. اركب بقى عليك بقى. انت شايف كده؟ ده انا شايف كده وشايف كده وشايف في كل الاتجاهات. عزمت العيال بتوع المعهد؟ عزمت ليلى ورمزي. وهدى طبعا. ايه الصراحه المباشره بتاعتك دي؟ طب هاتها لي بالتدريج يا اخي. يلا امسك نفسك بقى، امسك. يا اخ عزوز. ايوه يا عم. احنا عيله ليها تقاليدها، يا ريت قبل ما تيجي تبقى تحدد ميعاد او تجيب معاك الست الوالده. ما هي ست والدتي بعتاني عشان اتكلم مع حضرتك في موضوع الزفه وكميه الطبل اللي في الفرقه وكده. الفرقه ميدو ابني هو اللي هيجيبها، فاهم؟ فما كانش فيه داعي تتعب نفسك طالع نازل ومعطلنا جنبك. انا هقوم افتح الباب. معلش يا عم. تعالي اقعد هنا. امي. وانت خليك هنا من فضلك. ها؟ ماشي يا عم. طيب. ايه يا ناهد؟ وانا من ساعة ما جيت وانت قاعدة ورا النضارة كده، انت بتراقب ايه بس؟ ما تقلعيها كده وتوريني عينيكي على رومانسيتها كده. لعلمك انا بشوف اكتر من غير النضارة. الله، ما حدش قال لك ان عينيكي حلوة قبل كده؟ يوه كتير. زي مين يعني؟ المرحومة ماما، وميدو اخويا لما يعوز يستلف مني فلوس، واحيانا بابا. الحمد لله. الشاي بارد قوي، ما تشرب. ايه عايز سكر؟ لا، عايزك تلبسي النضاره. تمام يا فندم. بعد الدراسه لقيت طريقه واحده بس هي اللي هتخلي ميدو تحت امرنا. وايه هي الطريقه دي؟ الولد ده لازم يدخل المخابرات. يعني ايه؟ مش فاهم. يعني لازم يحس انه مهم جدا وانه في مهمه وطنيه. والموضوع ده هتعملوه ازاي؟ اطمن حضرتك، كل شيء مدروس وبدقة. الولد ده هيخرج من هنا وهو متأكد ان احنا المخابرات العامة، وان هو رأفت الهجة. يا سلام. ولو انكشفنا هنتنفخ طبعا. ايوه يا حاج. ايوه. لا، حجز لك القاعة الكبيرة.
لا يا حبيبي البقية في حياتك، انت تؤمر. ماشي يا جميل، مع السلامه. ايوه مين؟ ايجار القاعه الصغيره بتاعت الافراح 500 جنيه. ايه كتير قوي يا سيد. وبعدين ده العريس والعروسه من عندنا، يبقى 450. قول لي هو الفرح امتى؟ بكره ان شاء الله. بكره؟ لا ما ينفعش، ده انا بكره عندي كله محجوز. بص طب والعمل يا سيد؟ يا راجل في حد يجي يحجز قاعه افراح قبلها بيوم؟ انت هتقطمني يا سيد وخلاص. اللي حصل بقى، طب ما تشوف يوم تاني. لا انا جات لي فكره. ايه؟ متخافش يا سيد مش هضربك. فكره هتحل لك المشكله اللي عندك دي. تعمل ايه يعني؟ انت الفرح بتاع بكره ده الساعه كام؟ يوصل 7 وتلت. حلو قوي، انا محتاج القاعه ساعه واحده بس يا معلم، وليك 100 جنيه. ايه 100 جنيه؟ مش فاهم يعني. اوه فرحك يوصل 7 وتلت، احنا فرحنا صغير يوصل 4 و10، يغادر 6 و10. يعني قبل فرحك بساعه يا سيد فتح مخك. فتح مخي؟ اوعى مين؟ اوعى اوعى، شكلك كده شارب حاجه. شارب حاجه ايه بس يا سيد؟ يا راجل 100 جنيه. 100 جنيه بس يا راجل، عيب، ده احنا اصحاب من زمان. عيب كده. اه من ايام ما كنت بشتغل في السكه الحديد. طب غير لي دي. امسك يا سيدي. شكلك كده ناوي يعمل لي مشاكل. بقول لك فرح اختي يا جدع، مشاكل ايه بس يا سيد؟ طب هات الايجار بتاع القاعه. هات امسك، ادي 350 على المية اللي معاك، يبقى 450. هات الدفتر وتعالى ورايا بقى. بس تعرفي ان احنا ناس اوبراليين كده وعيال حلوه كده يعني. دي اغنيه يا سلام على حبي وحبك بس بالاخريقي. لا لا ده انت سامعك بايظ خالص، دي غنوه نعناع الجنينه بس تقريبا كده. النعناع اتدلق عليهم وهو بيغني. نعم. وبعدين في الراجل اللي عمال بيتغرغر ده، مش كنت جيب لنا مطرب شعبي عشان نفهم اللي بيتقال؟ الراجل مش عاجبك ده مكلفني دم قلبي، ده بينفجر في الاخر. يا راجل انت جاي فرقه المطاريد دي منين؟ من ميدان الاوبرا. بابا بيشتغلوا ايه في الاوبرا؟ بيغنوا هناك. متاكد ان دول بيغنوا؟ يا بابا انت هتشلني. ايه بس؟ ايه رايك ان انا هقتل اختك وقت العريس واوعدك هقتلك وراهم؟ لا لا في ايه يا بابا؟ خلصني من الفرقه دي بسرعه. حاضر. الناس هتمشي، خلصني منها بسرعه. حاضر حاضر انا همشيهم. حاضر. مش تمشيهم، تقتلهم قدام عيني عشان ما يضروش افراح ثانيه. فاهم؟ حاضر حاضر. يلا بسرعه. طيب يا بابا وال 2000 جنيه بتوعي يرجعوا لي بسرعه. حاضر. فاهم؟ حاضر. طيب اتفضل اتفضل شوف الناس. ليلى ليلى أمرني، خليك في نفسك يا رمزي. ليلى الشعرتين اللي نازلين على عينيك دول حياكلوا من دقنك حتة. بقولك إيه، ممكن تتصرفي لحسن، الفرقة مش عاجبة بابا. وهي دي فرقة تعجب حد ولا تتجف فرح؟ عشان خاطري عشان خاطري تصرفي. خلي هود أختي رمزي تتصرف. أمريني أمور في داهية. بقولك إيه، أبوس إيدك تنقذي الموقف. عفاك. ما تعمليش فيها شكيرة بقى. ماشي انا هتصرف، مش عشان خاطرك، خاطر اختك الغلبانه وعشان خاطر رجولتي. فاكرها؟ فاكرها، ما ضاعت الرجوله خلاص وبقيت قشطه قشطه.